كان محمد تفاجئ الفنان الشامي، شاهدوا المزيد من التفاصيل. شركة الجميلة لانا محمد امبارح جلسة تصوير لها في الأردن، وقامت لانا بنشر مجموعة من الاستوريات على أغنية الفنان الشامي، وعلق الجمهور أن أغنية الشامي هي أغنية لانا المفضلة في هذه الفترة، حيث كل استورياتها تكون على أغنية الفنان الشامي. ويذكر أن لانا جمعها لقاء مع الفنان الشامي في دبي في حفلته الأخيرة. نمر إلى نور ستارز وكريم الشريف اللي قاموا بنشر فيديو جديد، كشفت نور من خلاله أن خطيبها كريم هو أردني الجنسية من مواليد دبي. اوكي جايز، وصلنا، شوفوا مين معي. طبعا كانت نايمة السيارة عادي، اي حد عشان تعرفوا انه سواقتي مريحة. طبعا ان شاء الله، يعني انا بتعرفت اقتل مع العالم وتتسابق معهم. لا وشو سيارة انا بصير تهز، فانه هذا بيخلي الانسان ينام. فعن جد، فانا لو نانا ما بتتخانق مع السيارات الثانية ما كنت نمت. المهم جينا اليوم ناكل ميت موت، كثير متحمسة لانه هذا المطعم كثير مفضل عندي. و